دودو هانم، من يعجبك من السادة المطربين أو المطربات؟ سلامة حجازي، سيد مكاوي، عبد المطلب. يا ترى بتحب تغني لمين يا دودو؟ عبقري، تغني للست طول عمره. عبقري الست الجدع ده ما يخشش المحطة تاني. فعلا ظلموه، انا وانت عبد حليم اتظلمنا. يعني خلاص يا استاذ، مش هنشوف وشك هنا تاني ابدا. خلاص يا عبده، لان القناة دي انا اللي بنيها طوبة طوبة. ما انا عارف يا استاذ، بس هتعمل ايه؟ ناس ما بتقدرش، ناس ما بترحمش. جت في وقت صعب وظروف منيلة، الدنيا ملخبطة والمحفظة مشلفطة ما انا قلتلك ناس ما بترحمش. انا لولا الظروف المهببة اللي انت فيها دي كنت فكرتك بحساب البوفيه القديم اللي عليه، انما مش وقته بقى. اظن ان هو 39 جنيه و 95 قرش يا استاذ. خد يا سيدي، يا سلام حظك، هادي 40 جنيه وهات الباقي. باقي؟ باقي ايه يا استاذ؟ ده شيلن، اعتبره بقشيش يا اخي. منك لله، ناس ما بترحمش. طيب يا سمحب، عادي دقني هردها لك برضو. الو، ها يا دنيا. انا بحبش اسمع منك اي كلام عن الاستسلام واليأس. بقولك ايه، احنا مش هينفع نتكلم في التليفون، انت تلبس هدومك وتنزل تستناني في المكان اللي بنتقابل فيه. اوكي، يلا باي. وبعدين بقى يا ربي. مالك يا دنيا حبيبتي، مالك متعصبة كده ليه؟ هايم يا ماما، كل مادة المسألة بتتعقد بيني وبينه أكتر. يقطع هايم وسنين هايم. يا حبيبتي أنا قلتلك قبل كده إن ده مفيش منه فايدة، وبعدين لازم تفهمي إن أنا جربته قبلك من 30 سنة. شافني طلبني للجواز، قال لي بقولك إيه يا انتصار، تستنيني سنة ولا اتنين أكون فيهم نفس وأتجوزك؟ قلت له ماشي. ركني 10 سنين، ده حتى ملبسنيش دبلة، ولفت الأيام واتجوزت باباكي وخلفتك. يقوم حظك المدوحس يخليك تقابليه وتحبيه. يا ماما يا حبيبتي، انت مش شايفة في هايم اللي أنا شايفاه. هايم ده راجل عظيم جدا، وإن شاء الله إن شاء الله هيبقى له مستقبل هايل، وهو وعدني أول ما يكون نفسه هيجوزني على طول. هيقعدك جنبه 100 سنة ولا هيكون نفسه ولا حاجة. اعملي زي خلعي زي ما انا خلعته. وانت يعني يا ماما استفدتي ايه؟ ما انت اتجوزتي بابا وهو مات بعديها بسنتين. عمره بقى، وانا كنت هعمل له ايه يعني؟ الله يرحمه. بس اتجوزت بعده 4 رجالة، انما عايزه الحقيقة انا ما حبيتش حد غير ابوكي. ماما ما تفكرنيش بال5 جوازات دول، بتعصب وبتجنن. الله، وفيها ايه يعني؟ هو ايه يعني غلط ولا غلط؟ اتجوزت 5 والخمسه ماتوا. ايوه، دل راجل ولا دل حيطه. ماليش حظ في الجواز، عشان كده بطلت جواز. 5 وبطلتي؟